بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 58 من دروس قراءة وشرح كتاب شرح النووي على صحيح مسلم المسمى بالمنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج لشيخ الإسلام أبي زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي رضي الله تعالى عنهما ونفعنا بعلومهما، آمين آمين. ولازلنا في مقدمة الإمام مسلم وشرح الإمام النووي عليها، وتحديدا لازلنا في باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات. ووصلنا إلى قول الإمام النووي رحمه الله تعالى وقوله سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك ابن أهيب، ويقال أهيب. وذكرنا في الدرس السابق أن مالك ابن أهيب ابن أو شقيق أن أهيب عفوا شقيق وهب، وهو ابن عم آمنة بنت وهب. يعني أهيب ووهب إخوة، ووهب أنجب آمنة أم الحبيب، ومالك اللي هو أبو وقاص. ووقاص اسم أو صيغة مبالغة لمعناها القتل، الذي وقص فلانا إذا قتله وأوقعه عن بعيره أو فرسه. قال واسم أبي وقاص مالك ابن أهيب ويقال وهيب. وأما المسيب والأصح المسيب كما كان يحب سعيد أن ينادى، والد سعيد، فصحابي مشهور. المسيب اللي كان اسمه من اسم حزن، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنت سهل، هذا الحديث يرويه سعيد نفسه، فقال بل أنت سهل، فقال المسيب أو المسيب هذا لا أغير اسما سمانيه أهلي أو أبي. قال فما زالت تلك الحزونة فينا آل سعيد، يعني بقرايبه. المهم صحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، وهو بفتح الياء مسيب، هذا هو المشهور. وحكى صاحب مطالع الأنوار عن علي بن المديني أنه قال أهل العراق يفتحون الياء، وأهل المدينة يكسرونها. قال وحكي أن سعيدا
كان يكره الفتح، عشان هيك قلنا الأرجح المسيب، لأن سعيدا وأهل المدينة أدرى بأسمائهم، يعني سعيد أدرى باسمه وأهل المدينة، وهذا مدني سعيد وأهله مدنيون. قال كان يكره الفتح، وسعيد إمام التابعين وسيدهم ومقدمهم في الحديث والفقه وتعبير الرؤيا. معروف سعيد بن المسيب، وهو الذي خطب ابنته عبد الملك لابنه الوليد فرفض، هو يريد أن يشتري ولاءه. قال سيدهم في الرواية والورع والزهد وغير ذلك، وأحواله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وهو مدني كنيته أبو محمد، والله أعلم. قوله عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان، هذا من أبناء جعفر الطيار من أحفاده، كان يضع أحاديث كلام حق، حديث كلام حق يعني كلمة بدها توضيح، وسيوضحها لنا الإمام النووي بعد قليل. أما رقبة فعلى لفظ رقبة الإنسان، وهو رقبة بن مسقلة، مسقلة بفتح الميم وإسكان السين المهملة وفتح القاف، ابن عبد الله العبدي الكوفي أبو عبد الله، وكان عظيم القدر جليل الشأن رحمه الله تعالى. وأما قوله كلام حق، كلام فبنصب كلام، وهو بدل من أحاديث، ومعناه كلام صحيح، يعني الحكمة، الحكمة الصحيحة المقبولة كان ينسبها إلى رسول الله، يعني كقولهم لسانك حصانك، الأمثلة هذه التي يتداولها الناس، وهي كلام جميل طيب. كان هذا أبو جعفر ينسبه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ومعناه كلام صحيح المعنى وحكمة من الحكم، ولكنه كذب فنسبه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وليس هو من كلامه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأما أبو جعفر هذا فهو عبد الله ابن مسور المدائني أبو جعفر، الذي تقدم في أول الكتاب في الضعفاء والواضعين. قال البخاري في تاريخه هو عبد الله ابن مسور ابن عون ابن جعفر، ويقال ابن عبد الله ابن عون ابن جعفر ابن أبي طالب أبو جعفر القرشي الهاشمي من أبناء جعفر الطيار، وذكر كلام رقبة، وهو هذا الكلام الذي هنا، ثم إنه وقع في الأصول هنا المدني، وفي بعضها بعض النسخ المديني بالنسبة إلى المدينة. القاعدة أنه مدني، لكن حسب الأصل مديني، مديني زي ما تقول على القماش اللي يلبس في الربيع ربيعي، واللي بيلبس خريف خريفي، فهذا هي الأصل. قال وفي بعضها المديني بزيادة الياء، ولم أرى في شيء منها هنا المدائني، لأن يعني المدائن بالنسبة للمدائن مدائني، ووقع في أول الكتاب المدائني. فأما المديني والمدني فنسبة إلى مدينة النبي. شوف كلمة مدينة هي خلاف القرية، لما تطلق وحدها خلاص أصبحت علما. قال ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، هي مدينة الحبيب التي كانت تسمى يثرب، فإذا أطلق لفظ المدينة وحده انصرف إلى مدينة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. قال فنسبة إلى مدينة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والقياس المدني بحذف الياء، ومن أثبتها فهو على الأصل،
وروى أبو الفضل محمد ابن طاهر المقدسي الإمام الحافظ في كتاب الأنساب المثقى الأنساب المتفقة، كتاب الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط بإسناده من الإمام أبي عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل البخاري، قال: المديني يعني بالياء هو الذي أقام بالمدينة ولم يفارقها، مثل الإمام مالك بن أنس. والمدني الذي تحول عنها وكان منها، يعني كان في المدينة ثم انتقل. قال رحمه الله تعالى، أي هذا كلام النووي، يقول قال رحمه الله، أي قال مسلم: حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم قال أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو داود الطيالسي. قال النووي: هكذا وقع في كثير من الأصول المحققة قول أبي إسحاق، ولم يقع قوله في بعضها. وأبو إسحاق هذا صاحب مسلم، ورواية الكتاب عنه، فيكون قد ساوى مسلما في هذا الحديث وعلى فيه برجل. وأما أبو داود الطيالسي فاسمه سليمان ابن أبي داود، تقدم بيانه. قوله، أي قول مسلم رحمه الله: قلت لعوف ابن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد، هذا عمرو ابن عبيد تلميذ الحسن البصري، ويعني انتكست آراؤه العقدية إلى الاعتزال، صار معتزليا. قال: إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن، يعني البصري، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. طبعا الحديث صحيح، لكن في خطأ عند عمرو بن عبيد سينبه عليه مسلم، قال: كذب والله عمرو، يعني ابن عبيد، ولكنه أراد أن يجوز هنا إلى قوله الخبيث. طيب، قوله الخبيث، هذول المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، أخذا من قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لكن أهل السنة قالوا: لا، هذا أمره إلى المشيئة، إن شاء الله خلده في جهنم وإن شاء الله عفى عنه. وقال العلماء إنه هو خالد مخلد في النار إن عامله الله بعدله، أما الله عز وجل يعامل بالعدل وبالإحسان، فربما يعفو عنه. وما عليه أهل السنة أن مرتكب الكبيرة يعذب بها ثم يخرجه الله إلى الجنة، هذا مذهب أهل السنة، لكن هنالك خلافات بين أهل السنة والمعتزلة، ليس الآن مجال ذكرها، سيأتي في شرح صحيح مسلم. قال: أما عوف، الإمام النووي يشرح، أما عوف فتقدم بيانه في أول الكتاب، وأما عمرو بن عبيد فهو القدري المعتزلي الذي كان صاحب الحسن البصري. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، صحيح مروي من طرق ومن حيث الإسناد صحيح، لكن ليس الكلام على ظاهره، وإنما أوله أهل السنة: من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني مش كل واحد رفع سكينة على صاحبه أو مسدس خرج من الملة. قال: هذا الحديث مروي من طرق، وقد ذكرها مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا، ومعناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعلمنا وعملنا
وحسن طريقتنا، يعني مش على منهجنا، مش من ديننا، كما يقول الرجل لولده إذا لم يرضى فعله لست مني، ما نفى نسبه وطعن بأمه، طعن بشرفها وعمل لعان، لا 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 لا، هو ما قصد موضوع النسب، قال له لست مني يعني مش ماشي على طريقتي، كما يقول لست مني، وهذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا القول، كقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من غش فليس منا، يعني ليس على طريقتنا، ليس على منهجنا، مش معنا، وليس من ديننا وأشباهه. ومراد مسلم رحمه الله تعالى بإدخال هذا الحديث هنا بيان أن عوفا جرح عمرو بن عبيد وقال كذب، وإنما كذبه مع أن الحديث صحيح لكونه نسبه إلى الحسن، وكان عوف من كبار أصحاب الحسن. طبعا عوف من أصحاب الحسن، وعمرو بن عبيد من أصحاب الحسن، بس عمرو بن عبيد انحرف إلى الاعتزال، فهو كذب على الحسن وقال هذا الحديث رواه الحسن عن النبي. لا، الحسن ما رواه عن النبي. مين قال هيك؟ عوف. قال: من وكان عوف من كبار أصحاب الحسن والعارفين بأحاديثه، فقال كذب في نسبته إلى الحسن، فلم يروي الحسن هذا أو لم يسمعه هذا عمرو من ابن عبيد من الحسن. وقوله أراد أن يجوزها إلى قوله الخبيث، معناه كذب بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الباطل الرديء، وهو الاعتزال، وهو أن مرتكب الكبيرة مخلد في جهنم، فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان، وهذا قول الخوارج كذلك، ويخلده في النار، ولا يسمونه كافرا، انهم يسمون منزله بين المنزلتين، بس اخذته على جهنم. قال: بل فاسقا مخلدا في النار، وسياتي الرد عليهم بقواطع الادله، كلام النووي، سياتي الرد عليهم بقواطع الادله في كتاب الايمان ان شاء الله تعالى. وقول ايوب السختياني: انما نفر أو نفرق من تلك الغرائب، نفر نهرب، نفرق نخاف من تلك الغرائب، معناه إنما نهرب أو نخاف من هذه الغرائب التي يأتي بها عمرو بن عبيد لتدعم مذهبه الباطل، مخافة من كونها كذبا، إذا كانت على الرسول كذب، إذا كانت عن غير الرسول فتكون أقوال خاطئة. قال: مخافة كونها كذبا فنقع في الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إن كانت أحاديث وإن كانت من الآراء، أقوال يعني أقوال علماء، وإن كانت من الآراء والمذاهب، فحذرا من الوقوع في البدع أو في مخالفة الجمهور، يعني مخالفة الصحيح الراجح عند أهل السنة اللي هم جمهور أهل الإسلام. وقوله نفرق بفتح النون، بفتح الراء والنون، نفرق بفتح الراء، وقوله نفر أو نفرق شك من الراوي في إحداهما. يقول الإمام النووي: قوله حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث، يحدث يعني قبل أن ينحرف، قبل أن يحدث في آرائه، قال هو بضم الياء يحدث وإسكان الحاء وكسر الدال، يعني قبل أن يصير مبتدعا قدريا،
قوله قول الإمام مسلم يعني كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا، كتب لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. أبو شيبة يقول النووي وأبو شيبة وأبو شيبة هذا هو جد أولاد أبي شيبة وهم أبو بكر وعثمان والقاسم بنو محمد ابن إبراهيم ابن أبي شيبة، وأبو شيبة ضعيف هذا قاضي واسط، وقد قدمنا بيانه وبيانهم أحفاده الثلاث في أول الكتاب. وواسط مصروف، مصروف يعني يجر بالكسرة، مش مثل أحمد مررت بأحمد ممنوع من الصرف، قال كذا سمع سمع كذا سمع من العرب أن واسق مصروف، وهي من بناء الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف من أظلم الولاة الذين مروا على تاريخ هذه الأمة. الحجاج بن يوسف كان غاشما جائرا ظالما قتل الكثير من العلماء. قال وهي من بناء الحجاج بن يوسف، وقوله مزق كتابي هو بكسر الزاي أمره بتمزيقه مخافة من بلوغه إلى أبي شيبة. هذا أبو شيبة كان قاضي، وقال له هذا ضعيف، بعد ما كتب أنه ضعيف قال له مزق مزق هذا الكتاب لئلا يصل إلى أبي شيبة، ووقوفه على ذكره له بما يكره لئلا يناله منه أذى أو يترتب على ذلك مفسدة، لأنه قاضي. قوله في صالح المري كذب هو من نحو ما قدمناه في قوله لم نرى الصالحين، لم نرى الصالحين أكذب في شيء أكذب منهم في الحديث. هذول الصالحين بيسمع ما هب ودب، ولأنه صالح خاصة بكل في فضائل الأعمال يروي كل شيء، وزي ما ذكر الإمام النووي في الدروس السابقة ذكرنا ذلك أن الكذب هو الإخبار عن خلاف الواقع عمدا أو سواء أو قصدا أو بحسن نية أو بسوء نية. فالصالحين مثل الأوعية يروون كل ما يسمعون، وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال لم نرى الصالحين أكذب منهم في الحديث، معناه ما قاله مسلم يجري الكذب على ألسنتهم من غير تعمد، من غير تعمد، وذلك لأنهم لا يعرفون صناعة هذا الفن فيخبرون بكل ما سمعوه وفيه الكذب فيكونون كاذبين، فإن الكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو سهوا كان الإخبار أو عمدا كما قدمناه. طبعا كما قدمناه قدمه الإمام النووي في بداية قدمة الإمام مسلم. وكان صالح هذا من كبار العباد الزهاد الصالحين، لكن درويش بيروي بكل ما يسمع، وهو صالح بن بشير بفتح الباء وكسر الشين أبو بشير البصري القاضي، وقيل له المري لأن امرأة من بني مرة أعتقته وأبوه عربي وأمه معتقة جارية، فبطلع الولد تبع لأمه في العبودية. قال للمرأة لكن لما أعتقته صار المرأة المرية. وكان صالح رحمه الله تعالى حسن الصوت بالقرآن، وقد مات بعض من سمعه قد ما تأثر في نداوة صوته، لما مات بعض من سمع قراءته، وكان شديد الخوف من الله تعالى كثير البكاء.
قال عفان ابن مسلم: كان صالح إذا أخذ في قصصه في الوعظ يعني كأنه رجل مذعور يفزعك أمره من حزنه وكثرة بكائه كأنه ثكلى. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وفيما وهبتنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إلهنا مولانا رب العالمين، وانصر إخواننا في غزة. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، واحقن دماءهم وتقبل شهداءهم، واشف جرحاهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، واحمل عائلهم، وانصرهم يا الله. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن ساندهم، خذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم إن لنا إخوانا على حدودنا الشمالية يدافعون عن بلادنا شر الفاسدين والمفسدين. اللهم وفقهم يا ربنا وانصرهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، والحمد لله رب العالمين.